أمير ريتشاردسون. إذن هنيئا لهذا الفتى الأنيق، اللاعب الوسط للمنتخب المغربي الأولمبي ومنتخب الكبار أمير ريتشاردسون. هذا اليوم تم الاتفاق ما بين نادي ديالو وفيورنتينا إيطالي باش ينتقل لفيورنتينا بصفقة القيمة ديال 10 ملايين يورو زائد 10% من قيمة ديال البيع ديالو مستقبلا في حالة ما فيورنتينا باع ريتشاردسون. أمير ريتشاردسون غادي تاخذ الفريق ديالو 10% من القيمة ديال البيع ديالو. غادي يوقع أمير ريتشاردسون العقد ديالو إلى غاية 2029 براتب سنوي ديال 1.2 مليون دولار، يعني مليار و 200 مليون مغربية سنويا، هادشي بدون تحفيزات وداكشي ديال الماتشات. المهم هذا راتب ديالو. من المنتظر باش يوصل اللاعب لإيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقد بشكل رسمي. إذن هنيئا لهذا اللاعب الأنيق، هذا اللاعب اللي كيشبه في اللعب ديالو بدرجة كبيرة اللاعب بوسكيتس، لاعب هادئ جدا رغم أنه طويل يجيد المراوغات، كيدير داكشي اللاعب السهل الممنوع، يعني كيبان لك سيد يعني خاطر في اللعب ديالو، وهادشي اللي كان ناقصنا في المنتخب المغربي. إذن هنيئا اللاعب ديالنا، ونتمنوا له حظ سعيد مع النادي الإيطالي اللي كينافس على ما أظن كينافس أوروبيا، مازال ما قلبش على الرتبة ديال فيورنتينا الإيطالي. الإشارة في فيورنتينا هي اللي كيلعب فيها مرابط سفيان مرابط، إلا ما رجعش لمانشستر يونايتد راه غادي يكمل معاه هاد العام. إذن بتوفيق للمغاربة.